تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام، حيث تبدأ الاحتفالات بأحد السعف وتتزين الكنائس بسعف النخيل والورود وأغصان الزيتون. وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس في أسيوط حاملين السعف والزينة للاحتفال بهذا اليوم، وأدوا الترانيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة. حد الشعنين ده بيكون رمز لينا كبير خالص احنا كمسيحيين، يعني حد الشعنين ده بيرمز للزعف الاخضر، ان الاخضر ده بيرمز للسلام والفرح والطمأنينة. كلنا في اسيوط مسلمين ومسيحيين هنا، كلنا بنضم مع بعض في احتفال واحد. يعني انت حضرتك لو جيت امبارح وصورت كنت هتشوف المشهد بره، كان في ناس كتيره من اخواتنا المسلمين معاهم زعف، وهنا كمان الصبح كان من اخواتنا المسلمين برضو معاهم زعف. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود الايام دي الايام دي بخير على الامه كلها، على المسيحيين والمسلمين مع بعض، لان احنا هنا كلنا جوه البلد دي بالمنطقه دي اخوات، ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، كل اخوات.